السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية إيكول شادلي. مرحبا بكم من جديد. موعدنا مع الصفحة 10 من كتاب الجديد في الرياضيات المستوى السادس ابتدائي، الطبعة الجديدة. احنا في استثمر، يعني أقرأ الجملة الآتية. الجملة شنو فيها؟ قالك حسب الإحصاء العام للسكان لسنة 2004، في الإحصاء اللي داز اللي كان في 2004، بلغ عدد سكان المغرب، السكان ديال المغرب شحال؟ كان فيه 29 مليون، 29 مليون و891 ألفا و708 ناس، ما بطبيعة الحال. لذلك أكتب هذه الجملة بكتابة الأعداد بالأرقام، أكتبها بالأرقام. ديما من نوصلوا لشي حاجة، ديما عقل من توصل لشي حاجة خاصك تفرق. مثلا بحال دابا شنو كتسمع؟ 29 مليونا، حنا دوزنا الفصل الاول، دير شي علامه هنا، و891 الفا و708. اذا هادو ثلاثه ديال الفصول. فصل الملايين ها هو شحال فيه؟ 29، كدير 29 بوحدها، و891 فاش فصل الالاف، الفا و708 هي فصل ديال الآحاد ولا فصل الوحدات البسيطة كما كيسميوها. هيا كتبناها بالأعداد، هاد العدد ديال السكان المغرب كتبناها بالأرقام. دابا قالك أنقلوا الجدول التالي وأكتبوا عدد سكان المغرب، نقلوا في الدفتر ديالكم وكتكتب عدد سكان المغرب. شحال قالك؟ 29 مليون، إذا ها فصل الملايين كتكتب فيها 29، ياك؟ 891 ألفا، هذه فصل الآلاف أنا كنديرها هنا، وفصل الوحدات او الاحاد كندير فيها 708. اذا ديما ملي كنجي نقرا كننسى هادو، ماشي مابقاش خلعني العدد، كنبقى خلعني في الارقام بزاف خلعني. اذا شنو كنقول؟ كنقول 29 وكنشوف الطاقيه ديالو شنو داير فوق راسو، 29 مليون، ياك؟ كندوز لي موراه كنقول 891، كنشوف شنو فوق راسو، 891 شنو؟ 1708. ملي كنقول 708 كنسكت، واضح؟ ندوزو للتمرين رقم ثلاثة. التمرين رقم ثلاثة يقول: أستعين بجدول، يعني جدول ديال العد العشري هو هذا، صاوبنا يعاوننا نتعاونوا به لكتابة الأعداد. هاد الأعداد هادو اللي بالحروف نكتبوها بالأرقام هنايا، وأكمل الجدول بكتابة الأعداد المناسبة، يعني الجدول اللي لتحت نكملوه بالأعداد المناسبة. حنا دابا هذا بحال كاينة جوج أسئلة، السؤال الأول هو نديرو جدول العد، نديرو فيه هاد الأعداد هادو بالأرقام، نبداو بها. الطريقه ديال الخدمه كما قلت لكم، قسموه ديما العدد كما كنقسموه تما، الفصل ديال الملايين، فصل الالاف، وفصل الوحدات. حتى هنا في الكتابه نفصلو باش نعيق به، باش دغيا نغلب على اي حاجه كتقسمها كتغلب عليها. هنا قالك 300 مليون، فين هو فصل الملايين؟ ها هو، ما نفكرش في هذا كاع، نساه. 300 مليون هنا نكتب 300، ما نفكرش كاع في الاخرين، بلاتي عليا ماناش مزروب. هنا قالك و175 الفا، اذا ما نفكر حتى في حاجه، نفكر 175 في الالف، 175 الفا. و15 فين؟ 15 في الاحد، 15. هاد البلاصه نخليوها خاوي ما نخليوهاش، اذا شنو نديرو فيها؟ نديرو فيها الصفر. ها العدد الاول كملناه، نسطرو عليه، ندوزو للعدد اللي موراه. عدد اللي موراه قال لك مليار ومليون وألف، كامل خليك ساهل، مليار ومليون وألف. المليار أنا نسيت ما درتلوش الفصل ديالو، لكن غنديروه بوحدو هنا، مليار ها هو هنا في فصل الملايير، ما درتلوش الفصل ديالو، ولكن ماشي مشكل، أنتم فاهمين. ها مليار، خليو شويه ديال الأخوة. قال لك مليون، يعني شنو؟ مليون واحد، ماشي بزاف د الملايين، ها مليون واحد، إذا فغنديرو في وحدات الملايين. وشنو قالك؟ وألف، إذن ألف واحد فيها يكون في وحدات الآلاف، والباقي الشفنج، صفر 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 صفر. الآحاد فيهم الأصفار، الآلاف ما كاينش لا عشرة الآلاف، مئة الآلاف، الملايين ما كاينش عشرة الملايين، مئة الملايين، كاين مليار ومليون وألف. يعني ما يخلعوناش كاع باش دول العد، نغلبو عليهم كاملين، أي عدد كيما حطوه لنا نقراوه ونكتبوه. ندوزو لهاد العدد هذا، قال لك 683 ألفا، ما يخلعكش. سمعتي المليون؟ ما سمعتوش، إذا هنا ما كاينش الملايين. شنو سمعتي؟ على الآلاف.
683 في الآلاف. غنحط 683 عاد نفكر شنو كاين مورا وواحد. إذا في الآحاد شنو كاين؟ كاين واحد. إذا شنو بقى لنا هنا؟ الأصفار. إذا حنا كتبنا العدد هذا بقى لنا العدد الأخير حتى هو بنفس الطريقة نقلبوا عليه كيما بغا يكون. 10,000 ملايين سمعتيها؟ ما سمعتيش. إذا بعد من الملايين. 10,000 فين هو الآلاف؟ ها هما فيها عشرة. عشرة وستة فين هي الوحدات ديال الآحاد؟ هو هذه ستة. إذا هنا شنو غنزيد؟ غنزيد الأصفار 10,006 وها كا حنا كملنا هاد التمرين هذا. ندوزو الجدول اللي عطينا تحت منه قال لك نكملوه. هادي العدد الذي يليه وينتهي بستة أصفار. العدد الذي يليه العدد ها العدد عندنا العدد اللي سابقه والعدد اللي موراه وهنا العدد اللي موراه وكيسالي بستة أصفار وهنا العدد اللي سابقه وكيسالي بستة أصفار. إذا شنو هو العدد؟ هو هذا 1,452,687 اللي موراه نزيدوها واحد 1,452,688 العدد اللي موراه عنده ستة الأصفار. إذا نصابوا ستة الأصفار وشنو غنديرو؟ نحطو هنا مليون ما يمكنش. إذا المليون هو اللي فيه ستة الأصفار نحطو هنا واحد راه ماشي موراه. إذا شنو العدد اللي موراه؟ هو جوج. جوج المليون هنا العدد اللي سابقو وفيه ستة الأصفار نديرو بعدا نحطو ستة الأصفار ونفكر شنو غندير هنا واش ندير ما نديرش كاع الملايين. لا إذا عندي المليون راه حتى هي سابقة وعندها ستة الأصفار راه سابقة المليون واضح. ندوزو العدد اللي موراه ها هو العدد 84,345 نزيدو له واحد يولي 84,345 هنا 84,346 كنزيدوها واحد هنا كنحط بعدا ستة الأصفار هما الأولى وكنفكر كيقول لي 84 مليون عاجي صغار منها. إذا خصني اللي كبر منها هي 85 مليون هنا كذلك. هنا 84 مليون عندها ستة الأصفار وصغار من هذه لأن فايت واخا تكون عب واحد 84 مليون وواحد راه هذه صغر منها. ندوزو لهذا العدد هذا هنا عطينا الذي يسبقه مباشرة 916 إذا هذا يكون 917 العدد الأصلي 26,456,917 اللي موراه 56,456,918 هنا ننصحكم بداو بالأصفار صاب ستة الأصفار بدا تفكر باش ندير 26 مليون لا إذا خصني 27 مليون وهنا 26 مليون راه هي اللي صحيحة كدير ستة الأصفار وكتبدا تفكر 26 مليون صالح. ندوزو للتمرين رقم 4 نشوف شنو مطلوب منا. السؤال 4 يقول أرتب الأعداد ترتيبا تزايديا باستعمال الرمز المناسب. ديما كنقول لكم كنبغيو نرتبوا الأعداد ويعني كنبغيو نقارنوا بها نقارنوا بيناتهم باش كيمكن نرتبوهم يعني من كنقارنوا كنحددوا شكون الصغير شكون الكبير. إذا كيفاش كنقارنوا بين الأعداد؟ كنحسبوا الأرقام ديال العدد شحال من رقم فيه بحال دابا هذا فيه 6 الأرقام هذا فيه 8 الأرقام هذا في سبعة الأرقام. إذا هكا الطريقة باش كنعرفوا نقارنوا. إذا شكون الصغير فيهم هو اللي عنده أقل عدد من الأرقام واللي عنده أقل من عدد من الأرقام هو هذا كنحطو هو الأول 999,999 وكندير الرمز ديال الأصغر لأن ديما كنقول لكم هذا الرمز حسبوا بحال شي فم ديال التمساح كيبغي ياكل الحاجة الكبيرة. شنو كتجي موراها؟ كيجي موراها 2,978,456 شنو اللي كيجي موراها اللي كبر من 2 مليون وهذا كيجي موراه 3,678,591 كيجي موراه 10,101,303 وكيجي موراه 100 مليون واضح. هذه هو أكبر عدد هو 100 مليون واضح. ندوزو دابا التمرين رقم 5. التمرين 5 فيه العكس ديال داكشي اللي شفنا في التمرين 4. التمرين 4 كان كيقول لك ترتيب تزايدي دابا ترتيب تناقص يعني منين غنبداو من الكبير وحنا باقا غادين حتى الصغير فهمت. اذا كنبداو بالاكبر وبنفس الطريقه كما قلنا كنحسبوا عدد ديال الارقام مثلا اللي فيه 7 الارقام راه هو الكبير اللي فيه 6 الارقام راه تابعو اللي فيه 5 الارقام هكذا. من كيتقادو كنبداو نقارنوا بين من اليسار الى اليمين وشفنا الطريقه شحال من مره. اذا هنا اكبره هو هذا 208,057,802 شنو اللي كيتبعو؟ كيتبعو 11,805,085 شنو كيتبعو؟ 5,876,534 شنو كيتبعو؟ كيتبعو 4,876,000 وكيتبعو أصغرهم هو
997502. واضح؟ نمروا الآن التمرين رقم 6. التمرين رقم 6 يقول باستعمال الأرقام 2 و4 و5 و8 فقط أكتب 5 أعداد من 4 أرقام وأرتبها من الأصغر إلى الأكبر. يعني مادام حنا باغين الصغير كاع إذا كنمشيو بالترتيب ديال الأصغر. واش حنا باغين الصغير ونمشيو نديرو 8000؟ لا، كنقلبوا الصغيرة فيهم، الرقم الصغير فيهم هو اللي كنديروه في الآلاف، والرقم اللي تابعه هو اللي كنديروه في المئات، والرقم اللي تابعه صغير ثاني هو اللي كنديروه في العشرات، وكيبقى لنا واخا يكون الرقم ديال الوحدات كبير ماشي مشكل. إذا ديما كنبداو من هنا ونبقاو غادا 2458 اللي موراها 2400 كنبدلو غير دوك الأخرانيين حيت ساهل 2485 كنوليو ثاني نشدو هاد الخمسة هي الصغيرة ثاني نعوضوها بربعة 2548 ثم 2584 كنبدل هذوك الاخرانيين ثاني الخمسه كنحيدوها. شوف هنا باقي غير في المئات ما نقربوش للالاف نوليو 2845 شوف 2854 هذه هي الطريقه. اذا ديما كتهرب من الالاف ومن المئات، واضح؟ كتمشي غير الحاجه الكبيره كديرها في الوحدات ولا في العشرات، واضح؟ نمروا الان للتمرين رقم 7. التمرين رقم 7 يقول اكملوا ملء الجدول. الجدول ها هو اعطينا واحد الاعداد وحنا طالبا منا عدد الالاف، رقم الالاف، عدد الملايين. حنا نشوف، انتبه معايا مزيان، العدد هو هذا 13 مليار و7 مليون، واضح؟ اذا فصل الملايير ها هو، فصل الملايين ها هو، فصل الالاف ها هو، فصل الاحاد ما فيه حتى شي حاجه. اذا 13 مليار و7 مليون، تابع معايا. شحال عدد الالاف؟ باش كنعرف انا عدد الالاف كنمشي لوحدات الالاف ونجر العدد كامل، هذا هو عدد الالاف. شفتوا اش كيولي هذا عندنا 13 13 مليون و7000، 13 مليون و7000. رقم الالاف هو الصفر، هو هذا عدد الملايين. كنمشي للملايين، فين وحدات الملايين؟ هي من هنا. شفتوا من هنا وكنجر، شحال هو 13007. رقم الملايين هو منين بادي؟ بادي من 7 وغادي 13007. عدد الملايير فين وفصل الملايير؟ هو هذا. شحال عدد الملايير؟ هو 13. ها هو رقم الملايير، يعني ملي كتسمع رقم الملايير يعني وحدات الملايير، كتسمع رقم الملايين يعني وحدات الملايين، ملي كتسمع رقم الالاف يعني وحدات الالاف، ياك؟ ندوزو للعدد الثاني وركزوا معايا الله يرضى عليكم. عدد هنا هذا العدد هو هذا مليار و650 الف، ياك؟ عدد الالاف كنبدا من وحدات الالاف ونجر. شحال عدد ديال الالاف؟ هو هذا مليون و650. رقم الالاف هو باش بدينا هو الصفر. عدد الملايين كيمشي لفصل الملايين، فهمت؟ شحال كتجينا؟ جينا 1000، ثلاثه الاصفار والواحد قبل منها هي 1000. رقم الملايين هو باش بدينا هو الصفر. عدد الملايير هو اللي كاين في فصل الملايير. رقم الملايير هو الواحد، يعني رقم وحدات الملايير. ندوز للعدد الاخير، عندنا مليار و60 مليون و70 الف، واضح؟ نمشيو لعدد الالف، يعني نبداو من وحدات الالف ونجر. هو كما كتشوفوا مليون و60 الف و70. رقم الالف هو الصفر. عدد الملايين كيمشي من فصل الملايين وكنجر، هي هاد 1060. رقم الملايين هو وحدات الملايين، هو الصفر. عدد الملايير هو هاد اللي كاين في فصل الملايير هو واحد، ورقم الملايير هو رقم وحدات الملايير اللي هو واحد ايضا. نمروا للتمرين رقم 8، شوف شنو مطلوب منا. السؤال رقم 8 قالك احدد العدد المناسب داخل الخانه لتتحقق المتساويه. هاد الخانه هذه خاويه عندنا، واش اللي صراحه نديرو فيها 60 ولا 600 ولا 6000 ولا 60000؟ كنمشيو كنشوفو هنا شنو هاد الرقم، هاد العدد هذا 765432. ها 2 ها 2 ها 30 ها 400 ها هادي 5000. ها هي، اذا شنو ناقصنا هنا؟ ناقصنا هذا اش كيتسمى؟ غنجيبو 6 ونحطو لها الاصفار، شحال كتخرج لنا؟ كتخرج لنا 60000. اذا هذا هو اللي صالح وكنكتبوه هنايا. ندوزو للتمرين رقم 9، ياك احدد ما يوافق العدد المكتوب بالحروف. هذا عدد مكتوب بالحروف، هنا اعداد مكتوبه بالارقام، وشوفوا شنو اللي يناسبها. ديما كنقول لكم قسمهم باش ما تدوخوش. 3 ملايين، هادو كلهم ما فيهم 3 ملايين، احنا باقي ما تحلش المشكل. 15000، هذا فيه 15000، هذا فيه 150 ما صالحش، هذا فيه 150 ما صالح. اذا شكون اللي فيه 15000؟ هذا وهذا، اي بلاتي علينا 15000. شنو بقى لنا؟ الاخرى هي اللي تبين لنا هذه ولا هذه، و 504. اذا فين هذه؟ 54 ما صالحاش. اذا 504 هي هذه اللي صالحه لنا،
وهكذا كملنا الصفحة رقم 10. إلى اللقاء.